بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. وبعد، إخواني في الله، نستحضر نية طيبة لهذا المجلس، لا يقبل الله عملا بلا نية. وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط إلى يوم القيامة يا رب العالمين. هذه الآيات المباركات من سورة السجدة تنبئنا عن أمر غيبي لأولئك المتهجدين الذين تراءى لهم فراشهم كأنه مليء بالشوك. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ماذا كانت النتيجة؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله أكبر. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كأن الحق يقول لنا هناك شيء آخر. لقد تعرفنا على متع الدنيا، ومتع الدنيا حكم الحق عليها بالفشل وأن نهايتها قريبة ولذتها في الحال. نحن نتشوق إلى الطعام، وبمجرد أن يتجاوز الطعام الحلق، سواء أكلت أفضل الطعام لحم خروف أو أكلت شيئا من العدس، عندما يتجاوز الحلق فهم سيان. يتشوق أحدنا إلى لقاء زوجته، وبمجرد أن يتدفق الماء تنتهي المسألة. يتشوق أحدنا إلى جمع المال، وبمجرد أن يكون المال بين يديه يصبح رقما، كانوا ثلاثة صاروا أربعة. متع الدنيا وشهواتها
متع زائلة، متع زائفة، متع لا يمكن أن ترضي نفسية المؤمن. هناك شيء آخر يجب أن نبحث عنه، فيها ما لا عين رأت. ولذلك لاحظوا أن مجالسنا كثيرا ما نجلس أحلامنا صغيرة، أمنياتنا حقيرة، كلامنا ممجوج، نعيد الجمل والكلام: طلق فلان، تزوج فلان، أكل فلان، شرب فلان، فلان معه كذا، فلان عنده كذا، فلان له كذا. دعوكم من هذا الهوس، اشغلوا أنفسكم بما يصلحكم عند الله، ابحثوا عن كلام آخر، ابحثوا عن علاقات أخرى. إن أكثر كلام الناس في حطام الدنيا ومتعها، في شهواتها وملذاتها، حتى قال الحق: ألهاكم التكاثر. كل منا، كل واحد فينا يرغب في هذا التكاثر، كل واحد فينا يرغب أن يكون له 1000 معدة يأكل بها، و10,000 إيد يتناول بها، و100,000 عين ينظر إليها، ومليون قلب يشغله هنا وهناك في هذا الوادي وهذا المال. هناك شيء آخر في هذه الدنيا لخصته أمنا عائشة في حديث، وهو أن أمنا عائشة تقول: افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في فراشه، هو ينام بجانبها صلى الله عليه وسلم، وافتقدته في فراشه فوضعت يدها فلم تجد، ثم قالت في نفسها: لقد تركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيدة في فراشي، وذهب إلى بعض نسائه من أضرارها. هكذا فكرت، ثم وهي تتلمس إذ وقعت يدها على رأسه وهو ساجد يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فماذا قالت؟ قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنك لفي شغل، إنك لفي أمر، وأنا في أمر آخر. معظمنا على هذا الحال، كل واحد فينا همه ماذا يمكن أن أجمع من هذا الحطام، ولذلك لا يبالي بعضنا أن يتنازل عن كثير من مبادئه، من أخلاقه، من قيمه، من دينه، رجاء أن يسلم حطامه له. هناك شيء آخر أكبر من هذه الملذات والشهوات، ابحثوا عنه، ابحثوا كيف نعيش هذا الشيء الآخر. كما قال أحد العلماء: إن لله في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الله يوم القيامة. يا سلام، هل أنت تعيش في الجنة هذه؟ هل تشعر بها؟ نحن نحتاج إلى إعادة صياغة كبيرة أيها الإخوة، في علاقاتنا، في طريقة تفكيرنا. ماذا يمكن أن يكون لنا عند الله؟ لذلك بعض الناس تحولت العبادات عنده إلى عادات، وعندما يأتي موعد الصلاة يقوم ثقيل الخطوة إليها، متثائب، يقوم إليها بخطى متعرجة، وبدلا من أن يقول: أرحنا بها يا بلال، يقول: أرحنا منها يا بلال. يقرأ القرآن لا يجد نفسه فيه، لا يخشع في صلاة. قيل أن عابدا من بني إسرائيل عصى الله معصية عظيمة، فأوحى الله إليه: لأعذبنك عذابا ما عذبته أحدا من خلقي. يا لطيف. فنظر الرجل بعد أيام، قال: يا رب، ما عذبتني؟ هي أموالي بخير، أولادي بخير، كرشي بخير، مصانع بخير، غنماتي بخير، ما عذبتني يا رب؟ قال: بلى عذبتك،
حرمتك نعمة مناجاتي. يا لطيف أن يكون لك لسان كالخشبة، كالخشبة المسندة كما وصف الله المنافقين، لا يخشع، لا يرق، لا يتحرك، لك عين جامدة لا تذرف دمعها. كيف يمكن لنا أن نشعر بتذوق العبادات يا إخوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الدعاء: اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. يا سلام، دققوا معي في هذه الكلمات: اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. هذا الإيمان له حلاوة، هذه المناجاة لها طعم. كيف يمكن أن نرفع هذه الحجب عن قلوبنا؟ كيف يمكن لنا أن نتخلص من هذه الشهوات والكآبات والغفلات التي تسيطر على قلوبنا؟ أصبحنا أصحاب قلوب قاسية لا تخشع لذكر الله. والحق يهزنا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ يقول لي طبيب: معظم الإصابات بالجلطات أصبحت في سن 30 إلى 40، بدأت الجلطات تزحف مبكرا. لما؟ كثرت قسوة القلوب. نجمع من حطام الدنيا ونتسابق ونتنافس فيها، لا يفكر أحدنا: هل قرأت جزءا من القرآن اليوم؟ هل صليت الفجر في جماعة؟ هل ذكرت الله في أذكار الصباح والمساء؟ هل بكيت إذا فتتك ركعتي الضحى؟ مقاييسنا يا إخوة اختلفت في هذه الدنيا، وأصبحنا عندما يجالس بعضنا بعضا إما أن نخرج بجلطة قلبية أو جلطة دماغية. ليش؟ ارتفع الدولار، نزل الدينار، سعر الذهب في كذا، قست القلوب. لا يحدثنا أحد عن الله ولا عن مظاهر رحمته ولا عن مظاهر كرمه ولا عن مظاهر فضله. ماذا ينتظرنا في قبورنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا، كان يشعر أصحابه بأن هناك شيء آخر. ترى ماذا كان شعور سيدنا بلال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته، فقد سمعت الليلة صوت دفن عليك في الجنة. الله أكبر. كيف كانت نفسية بلال في الحالة هذه وهو يسمع هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم كيف نفسية وهو يجيبه ويقول: أرجى عمل عندي يا رسول الله أنني كلما توضأت صليت ركعتين. قل لي بربك كيف كانت نفسية سيدنا أبي بن كعب لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبي، أبي أحد القراء المشهورين، أمرني ربي من فوق 7 سماوات أن أقرأ عليك سورة البينة. الله أكبر. قال: أنا؟ قال: نعم. قال: أنا ذكرت باسمي عند ربي؟ قال: صحيح. من فوق 7 سماوات؟ قال: من فوق 7 سماوات. فبكى أبي. الله أكبر. إيش النفسية هذه؟ كيف كانت نفسية معاذ بن جبل لما يقول له سيدنا النبي: يا معاذ، والله إني لا أحبك. يا سلام، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسنك، إني لا أحبك. الله أكبر. ما هذه المعاني؟ ما هذه الكمالات؟ ما هذه الرقائق؟ كيف كان شعور سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا؟ هذه المشاعر يا إخوة لا يمكن أن تقدر بمال. هذه المشاعر يجب أن دائما نبحث كيف يكون لنا مثل هذه المتع عند الله، هذه القيم عند الله. كيف الواحد فينا يفكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على أمتي يود أحدهم لو رآني بماله وأهله. يا سلام، هل فكرت يوم أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم
أن تلقي بنفسك في أحضانه، أن يمسح على رأسك، أن يرتب على ظهرك، أن يحضنك، أن يناديك باسمك، أن يقول لك: اشتقت إليك يا أخي، اشتقت إليك. هل فكرنا بذلك؟ هل فكرنا به وهو يقول: اشتقت لإخواني؟ قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي. قالوا: كيف تعرف إخوانك ممن يأتون بعدك ولم ترهم؟ قال: بيني وبينهم علامة. إيش هي؟ قال: يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء يوم القيامة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. فكرت تقول له: أخي حبيبي يا رسول الله، وتلقي بنفسك في أحضانه، كم نحن محتاجون إليه، كم نحن محتاجون إليه ليخفف عنا من عتمة هذا الطريق، كم نحن محتاجون إليه ليعيد البسمة إلى الوجوه البائسة من أمته، كم نحن محتاجون إليه ليشملنا بعطفه وبرحمته وبكرمه، كم نحن محتاجون إليه ليرفع الذل الذي لحق بوجوه المسلمين. هذا الحب. هناك شيء آخر في هذه الدنيا يا إخوة، أكبر من الحرص على الرغيف، أكبر من التنافس على حطام الدنيا، أكبر مما نتنافس عليه من الشهوات. هناك شيء آخر. لما خرج الجيش، جيش الصحابة الكرام، إلى مؤتة، عقد النبي صلى الله عليه وسلم مجلس الحرب في المسجد، وكان على باب المسجد يجلس رجلا من اليهود اسمه حنفص، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحمل الراية زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. ثم دعا بالنصر للجيش، ودعا بالبركة للأمراء، وانفض المجلس. فقال هذا اليهودي لعبد الله بن رواحة: يا عبد الله، اعهد، يعني اكتب الوصية، فإنك لن تعود إلى أهلك وأزواجك، انت خلاص. قال: وما أدراك؟ قال: كان الأنبياء في بني إسرائيل ما ذكروا أشخاصا للجيش إلا هلكوا جميعا، ما سموا أحدا إلا هلكوا ولو كانوا 100. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل الراية زيد وجعفر عبد الله، إذا كلكم حتروحوا. فبكى عبد الله بن رواح وعاد حزينا إلى بيته، فقالت له زوجته الطاهرة: ما يبكيك يا عبد الله؟ قال: عقد النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا للحرب، غزوة مؤتة، وكان من أمر اليهود أن قال لي: اعهد. فبكيت. انظر إلى هذه المؤمنة المتوضئة. قالت: ومثلك يخشى لقاء الله؟ يا خسار عليك، تخاف تستشهد؟ ارجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه أن يبقي صاحبيك ويردك. يا خسارة، أنا كنت وهمان فيك. مثلك يخشى لقاء الله، خايف تستشهد في المعركة؟ فقال: يا امرأة، ليس بي ما تقولين، مش هيك ببكي أنا. هاب، ماذا يبكيك؟ قال: يبكيني أني قرأت اليوم آية: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. الله أكبر. فبكيت إذ أيقنت بالورود على النار، وما أيقنت بالصدود عنها. انظروا يا إخوة، صحابي حكم له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، بالصحبة، بحسن الختام، مجاهد في سبيل الله، خايف من آية. قالت: امضي على بركة الله. انظروا، مؤتة على حدود الأردن، يخرج إليها الجيش 3000 مقاتل، في انتظارهم 100,000 من منافقي العرب ومئة ألف من الروم. ولما رأوا هذه الجحافل تشاوروا: ماذا نصنع؟
هذا جيش عرمرم لا قبل لنا به. نعود نخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم نتشاور، فقال لهم عبد الله بن راح: إن الذي تخافون منه للذي جئتم تطلبونه، النصر أو الشهادة، امضوا على بركة الله. وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد إذ ينظر بالأفق يصور لنا المعركة بث حي ومباشر إلى أرض مؤتة، فماذا قال؟ انظر عاد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. نظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حمل الراية زيد. الله أكبر، الصحابة تشخص أبصارهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يدعون لأخيهم: حمل الراية زيد. أيوة يا رب ثبته، يا رب انصره، يا رب خذ بيده. فتعرضت له الدنيا، الله أكبر. فقال لها: الآن الآن تتعرضين، هي الجنة، ريحة بدأت أشتمه، ها الآن انصرفي عني. فقاتل حتى قتل. اسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه: إني أراه الآن في الجنة. يا سلام. ثم حمل الراية جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم عليه رضوان الله، يا سلام، وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقاتل حتى قطعت يمينه فحمل الراية بيساره فقطعت يساره، الله أكبر. ثم حمل الراية بعضديه، يا سلام. قال أحد العلماء: لا تقل لي كيف حمل الراية بعضديه، قل لي كيف أبى لراية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسقط على الأرض، الله أكبر. ثم قاتل حتى قتل. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى الأفق واستعبر، بكى صلى الله عليه وسلم وقال: وعليك السلام يا جعفر، أبا جعفر أن يدخل الجنة حتى يسلم علي، الله 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 أكبر. هناك شيء آخر، هناك شيء آخر، أبا جعفر أن يدخل الجنة حتى يسلم علي. ثم حمل الراية عبد الله بن رواحة، حمل الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى أصيب، اسمع، فاجتمع عليه إخوانه فقال: إني ظمآن. قالوا: اشرب. قال: لا، إني صائم. قالوا: أفطر اليوم وصم غدا. قال: إني أشتهي أن أفطر عند ربي في الجنة، الله أكبر. إني أراه الآن في الجنة، الله أكبر. أي نفوس كانت يا أخي، أي نفوس كانت، وأي نفوس نحملها نحن. هناك شيء آخر يجب أن نفكر به، أن نعيش له، أن نخرج من هذه الوحول التي عشنا فيها سنوات، أن نرقى بأرواحنا حتى تعانق الملائكة، أن نزاحم أقدام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على محبتنا لرسول الله، أن نرفع الشعار من جديد: وعجلت إليك ربي لترضى. اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك، وارزقنا صحبة نبيك صلى الله عليه وسلم على التمام والكمال وعلى الوجه الذي يرضيك عنا. واغفر اللهم لنا ولوالدينا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.